السلام عليكم، كيف الأحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. كتعرفوا كاملين بأن العجانة عندها دور كبير في المطبخ ديال أي سيدة، وخصوصا في هذا الشهر الكريم، وبزاف ديال الإخوان كيبغيو يشريوها وكيحتاروا في اختيار النوع اللي مزيان، وأيضا في الطريقة الصحيحة باش يستعملوا العجانة ديالهم. لهذا في هذا الفيديو غادي نقربكم من جميع المعلومات اللي غادي تساعدكم في اختيار أحسن أنواع ديال العجانة، وأيضا في الطريقة الصحيحة اللي خصنا نستعملوا بها هذه العجانة ديالنا باش نحافظوا عليها. فيديو غادي يكون مهم بزاف بزاف، غير تابعوه من الأول إلى الآخر. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تهبطوا لتحت وتعملوا واحد لايك. كما كتشوفوا معايا بالنسبة للماركة ديال العجانة اللي خديت أنا، هي الماركة ديال كرافت، ماركة ألمانية. ورغم ذلك ما غاديش نقول لكم هذا النوع اللي خديت انا راه هو هوت غام، يعني ماركة اللي هي غالية بزاف. بالنسبة للثمن ديالها 1000 درهم. طبيعة الحال في السوق راه كاينة ماركات احسن من هذا النوع هذا، وحتى ماركات اللي هي معروفة بحال بوش بحال توريس. ولكن اللي خصني ناكد لكم عليه في هذا الفيديو هي راه ماشي بالضروري نشري واحد العجانه اللي ماركه ديالها معروفه بزاف واللي الثمن ديالها غالي في السوق. يعني نقدر نشري عجانه تكون نوع اللي متوسط كما كتشوفوا معايا، ولكن كاينه بعض المعايير اللي خصكم تعتمدوا عليها وتركزوا عليها منين تجيو تختاروا العجانه ديالكم. واول معيار هو الوات اللي كتشتغل به هذه العجانه. بالنسبة للوات ديال هاد العجانة هادي اللي كتشوفوا معايا فهو 1500 وات. الكرتونة ديالها رميتها، راه كتكون مكتوبة على برا في الكرتونة، يعني ملي غتمشيو تاخدوا العجانة ديالكم باش تأكدوا من الوات راه كتكون مكتوبة على برا. والسؤال اللي غادي تطرحوه عليا هو شنو كنقصدوا بالوات، وعلاش خصنا نشريو العجانة ديالنا يكون عندها الوات كبير؟ بالنسبة للوات راه هو القوة ديال الموتور، يعني كل ما كان هذاك الوات كبير في العجانه ديالكم القوه ديال الموتور غادي تكون كبيره، وبالتالي غادي تدوز معكم بواحد المده اللي هي مزيانه وما غادي تحرق لكمش الموتور دغيا. لهذا كنوصيكم انكم ملي تمشيو تشريو العجانه ما تركزوش غير على الاسم، شوفوا هذيك العجانه شحال فيها هاد الوات، على الاقل على الاقل يكون فيها 1400 الوات، واذا كان اكثر يعني حتى 2000 وات راه غادي يكون احسن بكثير. ايضا ملي تمشيو تشريو العجانه ديالكم حاولوا ما امكن تشوفوا هاد البول ديالها، هاد الاناء يكون كبير، ما يكونش واحد الاناء اللي هو صغير ما يهز لكمش يعني الطحين بزاف. رغم اني كنوصيكم واخا يكون عندكم هاد البول كبير حاولوا ما امكن ما ديروش الطحين بزاف ملي تجيو تعجنوا. بحال دابا انا العجانه ديالي ما خصنيش نفوت لها واحد 3 كيلو، علاش؟ باش كنحافظوا على هذاك الموتور ديالنا. اذا بالنسبه كما قلت لكم هذا البول شوفوا انه يكون كبير. بالنسبه لهذا البول ديالي راه هو كيهز 7.5 لتر. وايضا ملي تمشيو تشريو العجانه ديالكم شوفوا هذا الراس ديال العجانه هذا اللي كيكون الفوق، حاولوا ما امكن يكون ثقيل ما يكونش خفيف كما كتشوفوا معايا هنايا. هيا هاد الراس هذا راه هو ثقيل، يعني ملي كتشدو في يدك كتحس به بانه ثقيل. نقطه اخرى غادي ناكد لكم عليها هي ملي تمشيو تختاروا العجانه ديالكم حاولوا ما امكن تخدموها في المحل، وتردوا البال وتشوفوا هذاك العجانه واش كتبقى ثابته في بلاصتها اولا كتزعزع من بلاصتها. لان اذا خديتوا شي نوع اللي يكون كيتزعزع وما كيبقاش ثابت في بلاصتو تقدر تحطوها فوق البوطاجي وتلقاوها تسيبت لكم الارض. دابا غادي تشوفوا معايا هاد النوع اللي خديت انا دايرين له لتحت واحد الجلده، ما عرفتش هنا في الفيديو واش كتبان لكم. ها هي راه ما كنقدرش حتى اني نهزها، يعني دابا الا بغيت نهزها هكا من فوق البوطاجي راه ما كتهزش بصفه نهائيه، كتكحس بواحد الصعوبه، لان هنا لتحت عندها واحد الجلده، هذيك الجلده كتثبت وكتلصق مع الرخامه. غنحاول نوريها لكم، ولكن حتى نكحزها مره الطرف ديال البوطاجي كما كتشوفوا معايا انا كندفعها كنجرها عندي باش نحيدها. هانتوما عاد تسمعوا الصوت ديال هذاك، هانتوما عاد تشوفوا ها هو كما كتشوفوا معايا دابا عاد زالت من الرخامه لاني كحاسه الطرف، ها انا كحاسه باش نهزها. سمع يعني هنا راه كانت لاصقه، ها هي ما عرفتش واش كتبان لكم، غنحاول ما امكن نبين لكم هاد ها هي واحد هادي، ما عرفتش واش كتبان لكم في الفيديو. المهم هاد العيبه هادي اللي كتكون عندها لتحت هادي هي اللي كتلصق في الرخامه كما تشوفوا معايا، ملي غنحطها غادي تلصق بصفه نهائيه. ها هي يعني كتقدر تدفعها تزعزع من بلاصتها ولكن بصعوبه، يعني ملي غادي تخدم كونوا اكيدين راه انها غتبقى في بلاصتها وما غاديش تزعزع بصفه نهائيه.
وقلت لكم خدموا هاد العجانه عند مول المحل باش تشوفوا واش هاد العجانه كتزعزع، وايضا باش تشوفوا هاد العجانه واش كدير شي صوت مجهد، لان كاينه شي انواع راه ملي كتكون ملي كيكونوا خدامين راه ما تقدرش تستحملهم، يعني كيديروا واحد الصوت اللي هو قوي بزاف، يعني بحال عندك شي قنبله في الدار. لهذا كنأكد عليكم انكم تخدموا العجانه عند مول المحل وتسمعوا الصوت ديالها مزيان. دابا غادي نخدم لكم هاد العجانه ديالي باش تسمعوا الصوت ديالها. الصراحه ما عندهاش واحد الصوت اللي هو قوي بزاف، شوفوا معايا. هذه درجه واحد اللي خدمت معكم دابا، هذه الدرجه واحد انا دابا مخليه لكم تسمعوا الصوت. دابا غادي نديرها في الدرجه جوج، هذه الدرجه جوج، غنديرها لكم في الدرجه ثلاثة، هذه درجه ثلاثة، غادي نرجعوا الدرجه واحد، ها هي الدرجه واحد. سمعوا معايا، يعني دابا اخترنا العجانه ديالنا وفق المواصفات اللي عطيتكم، يعني تركزوا لي على الواط، الواط يكون ديالها كبير، ركزوا لي على الصوت ما يكونش واحد الصوت اللي هو قوي، تكون ثابته في بلاصتها ما كتزعزعش، وايضا حتى هاد البول ديالها يكون نوع كبير ما يكونش واحد النوع اللي صغير. وبقى واحد النقطة واحدة أخرى وهي النقطة الأخيرة، ردوا معها البال، هي بالنسبة لهاد ليزاكسيسوار اللي كيجيو معاها، حاولوا ما أمكن يكونوا ليزاكسيسوار ديال إينوكس، حيت كاينة بعض الأنواع اللي عندهم هاد الأكسسوار هذا وخا من هنا كيكون إينوكس، ولكن هذه التحتانية هاد البلاصة هذه كتكون ديال البلاستيك، وهذيك اللي كتكون ديال البلاستيك مع المدة راها كتهرس. كما كتشوفوا معايا بالنسبة لهاد الأكسسوار هذا هو اللي كنستخدمو في العجين. وبالنسبه لهذا الاكسسوار هذا كما كتعرفوا كاملين هذا اللي كنطربوا به، يعني سواء البيض او لا المورانك. وبالنسبه لهذا الاكسسوار هذا كنستعملوه في العجين اللي ما كيحتاجش الدلك، يعني هذاك العجين غير كنرملوه. ودابا من بعد ما عطيتكم هاد المواصفات اللي خصكم تتبعوا في اختيار اولا في شراء العجانه ديالكم، دابا غادي ندوزو الطريقه اللي خصنا نستعملوا بها العجانه ديالنا باش نحافظوا عليها. اللي خصكم تعرفوا بان تقدر تشري واحد العجانه اللي هي غاليه وماركه معروفه وتدوز لك واحد المده صغيره وتخسر، وكاين اللي يشري واحد الماركه اللي غير متوسطه وتقدر تضرب له واحد المده طويله. علاش؟ على حسب الطريقه ديال الاستعمال. بحال مثلا اذا كنا غادي نديرو فيها العجين، بالنسبه للعجين كما كتعرفوا كاملين راه كيكون قاصح ما كيكونش خفيف، وبالتالي باش نحافظوا على الموتور ديالنا دائما حاولوا ما امكن تستعملوا السرعه رقم واحد، يعني ما ديرولاش واحد السرعه كبيره، لانك ساعات العجينه كتكون قاصحه وانتوما كتعطيو واحد السرعه كبيره للموتور، هذاك الموتور مسكين ما كيقدرش يعجن هذاك العجينه بهذاك السرعه اللي عطيتوه، بالتالي كيبدا يسخن ومع المده كيتحرق لنا. يعني استعملوا في العجين اللي كيكون قاصح كامل استعملوا هذا الرقم واحد، تقدروا تستعملوا رقم جوج، ولكن انا كنفضل انكم تستعملوا رقم واحد فقط. اما في حاله اذا استعملتوا العجينه اللي هي خفيفه في هذيك الحاله تقدروا تزيدوا من السرعه، ولكن كنوصيكم ما تفوتوش 3 4، يعني عمركم ما توصلوا لهاد 5 6، دائما الماكسيمو استعملوا 4 اذا كانت بطبيعه الحال العجينه ديالكم خفيفه، لان بهالطريقه هذه كونوا متاكدين راه نتوما غادي تحافظوا على هذيك العجينه ديالكم وغادي تبقى معكم واحد المده طويله. وايضا غادي نعطيكم واحد النصيحه، هي ملي تكونوا كتخدموا العجينه ديالكم في واحد العجينه ديال الخبز اللي كتكون ثقيله، حاولوا ما امكن تبقاو قرابين من هاد العجانه، ماشي تخدموها وتمشيو من بلاصه اخرى، كنا وبطلوا عليها باش اذا هذيك العجينه شربت لكم هذاك الماء، حيت كاينه بعض انواع ديال الطحين اللي كتكون كتشرب كيشرب الماء اكثر من نوع اخر، اللي كنتو مثلا مولفين كديروا واحد الكميه ديال الماء مع واحد النوع ديال الطحين، يقدر يكون النوع ديال الطحين كيحتاج الماء اكثر، وبالتالي كونوا قرابين من العجانه، طلعوا عليها اذا شفتوها شربت هذاك الماء وهذيك العجينه قصاحت، كتزيدوا لها شويه ديال الماء باش هذاك الموتور ما كيديرش واحد المجهود كبير، وهذاك الشيء كيؤدي الى انه كيسخن ومع المده كيخسر لكم. وايضا كما قلت لكم في الاول، واخا هاد البول هذا كيكون كبير ديال العجانه راه ماشي كنشدو نعمروه كامل بالطحين، حاولوا ما امكن
ما ديروش واحد الكميه اللي كبيره كما قلت لكم. انا هذا يعني ما نفوتش فيه 3 كيلو وما نديرش فيه حتى هذاك 3 كيلو، يعني جهدي جهد هذاك 2 كيلو باش دائما هذاك الموتور ديالك ما كتعبوش، لان اذا كانت واحد الكميه ديال الطحين كبيره بطبيعه الحال هذاك المجهود راه كيدير الموتور السسميح كيدير مجهود اكبر. اذا انا باش نحافظ عليه ويبقى لي دائما كندير غير كميه ديال الطحين صغيره. وكونوا متاكدين اذا تبعتوا هاد النصائح هادو راه ان شاء الله بحول الله غادي تختاروا واحد العجانه اللي غادي تكون مزيانه وغادي تبقى لكم واحد المده اللي هي طويله. المهم دابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، وخصوصا دابا حنايا في الشهر المبارك وهاد العجانات راهم كيتحتاجوا بواحد الصوره اللي كبيره في هذا الشهر المبارك. وشكرا لكم بزاف بزاف، والله يخطيكم عليا، وبالسلامه عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.